ولنقاش ملف استمرار جرائم اغتيال الناشطين في العراق رغم وعود حكومة الكاظمي بحماية الناشطين والانتقادات بترسيخ الإفلات من العقاب في العراق، تنضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن الناشطة الحقوقية ريا البرزنجي. أهلا بك سيدتي. سيدة أهلا وسهلا بكم. أهلا بك من جديد. كانت صحيفة The National الأمريكية ونقلا عن فاطمة البهادلي قالت بأن الميليشيا ميليشيا العصائب هي التي تقف وراء مقتل نجلها. انطلاقا من هذا التصريح، إلى أي مدى هناك ضوء أخضر لهذه الميليشيات بسلب حريات التعبير للناشطين المدنيين في العراق؟ يعني في البداية أحب أن أتوجه بالتعازي القلبية للسيدة الفاضلة فاطمة البهادلي على فقدانها بهذه الطريقة الوحشة، الطريقة رحم الله شهدائنا الأبرار وصبر أهاليهم وذويهم وألهم صبر وسلوان. الآن في العراق يعني أصبح بيئة يعني متاحة لكافة العصابات التي تحاول أن تستهدف نشاطات الناشطين والمتظاهرين والكتاب والصحفيين، وكل شخص له رأي حر أو شخص له يعني قدرة على انتقاد الوضع السيء الذي يمر العراق اليوم. لكن بالنسبة إلى موضوع الاستهداف، يعني الاستهداف صار له عدة سنوات، بالنسبة كثيرة يعني المصلحة في أن تكتم هذه الأصوات، الأصوات الحرة التي تطالب بالتغيير، تطالب بالإصلاح، تطالب وإلى المزيد من الحريات المدنية، إلى المزيد من تحسين الأوضاع المعيشية. فهنا من جهات معينة لها أجندة معينة تحاول إخماد هذه الأصوات، فلهذا السبب إحنا نرى هذا المسلسل يستمر مع الأسف. وأعتقد أنه من ناحية انه الضوء الاخضر، يعني لا اعتقد انه هناك من يعطي ضوء اخضر للقتل او سلب الارواح، وانما هناك اجنده او مخطط برنامج لنقل العراق من منطقه الى منطقه اخرى او الى وضع معين، هو وضع عاجز تماما عن تقرير مصيره وعاجز تماما عن الحريات للشعب العراقي. ما الذي يمنع الحكومة من التحرك للحد من مثل هذه الجرائم، خاصة باعتراف الكثير من النواب والمنظمات الحقوقية في العراق بعلمهم بالمتسبب بكل هذه الجرائم؟ يعني أعتقد أنه القوات الأمنية مخترقة إلى حد ما، الحكومة ضعيفة، الأجهزة القضائية، المنظومة القضائية غير مستقلة، مسيسة، تخضع إلى الكثير من التأثيرات والضغوط والتهديدات. كل هذه الأسباب مجتمعة إضافة إلى أسباب أخرى، يعني كثير من الأمور اللي إحنا نعرفها وكل المتابعين للمراقبين لوضع العراق ما يعرفون ويشخصون، لذلك ربما أنه يلقى القبض على أشخاص معينين الذين هم يمكن آخر نقطة عنصر في المعادلة هذه، في معادلة القتل، وهو الشخص الذي نفذ العملية أو ضغط على الزناد، ولكن بالحقيقة يعجزون على الوصول إلى الرؤوس المدبرة لهذه الجرائم وما هي، ولا يفصحون عن ما هي الدوافع التي تدفع هؤلاء الأشخاص إلى قتل المتظاهرين والناشطين. يعني لحد الآن مما شفنا يعني الفيلم الذي ظهر على شاشات التلفزيون المصور لنقل اعترافات الشخص المتهم بقتل المرحوم الدكتور هشام الهاشمي، يعني ما أفصحت أي شيء ولا أعطتنا أي معلومات لماذا هذا الشخص بالذات راح مفكر وكاتب وباحث عراقي مشهور. يعني غير معقول أنه شخص من وحدة راح يروح أنه مجرد أنه يستهدف شخص معين ويقتله بدون أي دافع أو أي سبب. إحنا نريد نقف على هذه الدوافع، نريد الأسباب، ونريد نقف على الجهات التي تخطط لهذه العمليات. ما مدى أهمية التركيز على إقناع الرأي العام الدولي بسياسة الإفلات من العقاب في العراق، خاصة بالتزامن مع زيارة الكاظمي لواشنطن؟ يعني طبعا احنا بالنتيجة بغض النظر عن نتائج ومخرجات زيارة الكاظمي إلى واشنطن بالإدارة الأمريكية، يبقى الأمن والأمان في العراق هو ملف شأن داخلي، وهي مسؤولية الحكومة العراقية
الحاجة الأولى لتوفير متطلبات الأمن والأمان. أما بالنسبة إلى موضوع الرأي العام الدولي، أعتقد الرأي العام الآن من خلال تصريحات المنظمات اليونامي وأيضا المجلس الأمن، يعني المنظمة هي أيضا العاملة في العراق المعنية بقضايا حقوق الإنسان كلها تراقب وكلها صرحت وكلها تدعم إصلاح المنظمة القضائية إفلات من العقاب. يعني قبلها غرد السيد أنطونيو غوتيريش على تويتر، أيضا السيدة جينين بلاسخارت وآخرين أيضا من سفراء وجهات دبلوماسية أخرى عاملة في العراق للوضع، كلها تدعو إلى إصلاح المنظومة القضائية وإلى إنهاء الإفلات من العقاب. هذه أصبحت حاجة ملحة، هي حاجة يجب توفيرها قبل التفكير في أي الاستثمار او مواضيع اعاده الاعمار في العراق او اي برامج اخرى. هذا هو يجب ان يكون الاولويه الاولى لاعاده حقوق الشعب في الحياه الحره الكريمه واهمها الحياه الامنه والوصول الى العداله. وفي هذه اللحظه يعني نتذكر صرخة السيده فاطمه البهادلي وهي تودع كفن ابنها الشهيد وهي تقول يا رب العداله، وهي بالضبط هذه ننتقل يعني ننطلق من عندها وهو توفير العدالة، وهذا أهم شيء الآن في العراق. شكرا جزيلا لك يا ناشطة الحقوقية ريا البرزنجي، حدثتنا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن.